وللمتابعة ينضم إلينا مراسلنا من بغداد محمد فاضل، ومن البصرة صهيب الفهداوي. أبدأ معك صهيب، احتجاجات البصرة التي وصلت إلى الحقول النفطية، ما هي الأسباب وراء هذه الاحتجاجات؟ وأيضا نريد أن تضعنا في المشهد لديك. في الحقيقة أسباب الاحتجاجات هي نفسها، المطالبة بالخدمات وأبرزها المياه الصالحة للشرب. التظاهرات اليوم كانت في مناطق متفرقة في داخل مدينة البصرة وكذلك في المناطق التابعة لمدينة البصرة. في الداخل حاول المتظاهرين الاقتراب من مبنى المحافظة، لكن وجهوا بقوات الأمن التي منعت وصولهم إلى مبنى المحافظة، والتي كانت بوقت سابق قد قامت بقطع الطريق الرئيسي للمؤدي إلى محافظة البصرة بشكل كامل، ووضع صبات كونكريتية وحواجز أمنية متعددة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المحافظة، خاصة بعد اعتداء المتظاهرين على المبنى ومحاولة إحراقه بالكامل في وقت سابق. كذلك شهدت اليوم مناطق متفرقة في أطراف البصرة، تحديدا في القرنة وكذلك في بالقرب من أحد الحقول النفطية التي تقع في حقول في محيط مدينة البصرة. حاول المتظاهرون قطع الطرق لعدة ساعات، الطرق المؤدية إلى هذه المناطق. أيضا منفذ أشلامش الحدودي مع إيران حاول المتظاهرين قطع الطرق، وهذا ما يقوم به المتظاهرين منذ عدة أيام وربما حتى أسابيع. نعم. هذا هو النهج الذي اتبعه المتظاهرين في بعد هذا التصعيد من المتظاهرين، ما المتوقع بشأن رد الفعل الحكومي حول هذه الاحتجاجات؟ في الحقيقة الإجراءات الحكومية التي قامت بها الحكومة حتى الآن لم يعني تشفي أو تلبي مطالب المتظاهرين، خاصة مع حدوث تفاقم للأزمة وحدوث إصابات كبيرة بسبب تلوث مياه الشرب وإصابات حالات تلوث وصلت إلى 17,000 حالة في مستشفيات البصرة. هذا يعني بأن لا توجد حلول وهناك تفاقم للأزمة، ما يدفع المتظاهرين إلى يعني المزيد من التظاهر في شوارع المدينة. ننتقل لمحمد فاضل من بغداد لنتابع الوضع سياسيا. محمد، ماذا عن مباحثات الأكراد في بغداد، وهل الرئيس بالفعل بات خارج الحسابات؟ نعم بالفعل، أن الرئيس فؤاد معصوم بات خارج حسابات تولي منصب رئيس الجمهورية من جديد، على اعتبار أن الخلافات الكردية بدأت تظهر مرة أخرى حول اسم منصب أو حول تسمية منصب رئيس الجمهورية ومن المرشح لهذا المنصب. وأيضا يعني المرشح لهذا المنصب يكون من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني وهو أحد أعضاء التحالف الكردستاني، وبالتالي هناك أسماء عديدة ربما ظهرت على الساحة جديدة غير السيد فؤاد معصوم. أما بالنسبة للوفد الكردي فإن الوفد الكردي حتى اللحظة لم يجري أي مباحثات مع الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين في بغداد. هو أجرى مباحثات مع المحور الوطني الذي يمثل الساسة السنة، وأجرى مباحثات جانبية مع بعض الشخصيات أيضا من ائتلاف الوطنية وحتى من الأحزاب. إذن محمد، ماذا عن الخلافات الكردية؟ تبدو الخلافات الكردية واضحة جدا من خلال انقسام الكرد على بعضهم في مسألة التوافق في الدخول في الكتلة الأكبر، لكن في نفس الوقت أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وهما أكبر حزبين في كردستان متفقين على أن تكون مطالبهم هي الأساس في دخولهم في تحالف مع الكتل الأخرى، وبالتالي قد يكون أمر محسوم بالنسبة للكرد، لا سيما أنهم أعطوا إشارة وتفويض كامل من حكومة إقليم كردستان بإعلان تحالفه مع أي كتلة حين الموافقة على شروطها. ننتظر الساعات القليلة المقبلة، ربما سيكون هناك حوارات وأيضا نعم هناك تفاهمات مع الكتل الأخرى، لا سيما وأن الوفد صرح وقال بأن حواراتنا ستستمر لغاية ساعات متأخرة من اليوم، وربما سنذهب إلى البرلمان غير متوافقين. محمد فاضل مراسل الغد كنت معنا من بغداد، وأيضا صهيب الفهداوي كنت معنا من البصرة. شكرا لكما، وسنتواصل معكما كلما جد جديد.